لكن زي ما بقول لكم، ما هو باستمرار لعيبه النادي الاهلي اول ما تتالق يبدا الكلام. امبارح في المؤتمر الصحفي حد حريص جدا في الجزئيه اللي اشار اليها المهندس عادل، هو فين اليو ديانج؟ الاهلي عنده مش اربع لعيبه، ده ممكن يبقوا خمسه سته هاف ديفندرز مميزين. بنتكلم على ديانج، بنتكلم على عمرو السوليه، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على اكرم توفيق، دول الاربعه المتاحين حاليا. محمد محمود ان شاء الله يرجع ويبقى كويس، لكن انت بتتكلم وكريم ندفد، فانت عندك اربعه جاهزين وما شاء الله كلهم كل واحد احسن من الثاني. نمسك الخشب. الراجل قال له طيب انت عايز، قال له ديانج طب ايه رايك في السوليه؟ يقول له هايل. طب حمدي فتحي كويس، طب وبعدين؟ يعني فالناس لقت مخرج لعمرو السوليه لاليو ديانج انه يسافر بره. بقى الزن دلوقتي انه اليو ديانج عروض احتراف. كل ما تقلب يا استاذ ابراهيم، بالصدفه اتفرج على الاستاذ ابراهيم عبد الجواد اظن نفسه وراهن ان هذا اللاعب، شوف بقى الكلام اللي تخن الودان. هذا اللاعب، انا ما بقولش ان دي نيته اللي بيقول كده، بس ده الكلام اللي لما تصدقه انت كلاعب تبتدي دماغك تتلخبط. ده فوق مستوى الدوري المحلي بتاعك. لن يكمل مع النادي الاهلي ولا في الدوري المصري، وخساره يقعد في الدوري المصري. ده مصيره في الدوري الاوروبي. هجيبهولك. لكن كمان مش ابراهيم عبد الجواد بس، لانه حتى الصحف الاقي المصري اليوم عرض اسباني يجدد رغبه ديانج في الرحيل. لجنه التخطيط بالاهلي توصي بمنح فرصه لشريف وماهر وتتحفظ على عدم ثبات التشكيل. وهنا عايزين نقول حاجه، لانه الكلام بيتفهم غلط. وانتوا فاهمين انه لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب لما يقعدوا مع المدير الفني ايا كان مين هو المدير الفني، هيكلموه على ثبات التشكيل وعدم ثبات التشكيل، ولعب فلان وما تلعبش علان، وفين شريف وفين ناصر ماهر. الكلام ده يا جماعه تفاصيل ملهاش علاقه باداء لجنه الكوره او لجنه التخطيط، دي حريه مطلقه للمدير الفني. لكن لما يقعد معاه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط يشوفوا ايه اللي بيواجهه من اي مشاكل عشان تتحل، ايه فرصته او ايه ترتيباته ومستقبل الفريق عشان يبداوا يخططوا لها، ايه احتياجاته للمرحله الجايه عشان تبدا تلبيها له، عنده بطوله افريقيا مع البطوله المحليه في هذه المواعيد، ايه احتياجاته؟ انت بتحط معاه افكار وبتسهل له كل مهام عمله. لكن مش زي ما المصري اليوم انه لجنه التخطيط تقول له لاعب شريف ولاعب ماهر وفين ثبات التشكيل. لا لا، ما مش هيحصل الكلام كده. هو وهو كمان لو تطوع بهذا الكلام، ها ممكن حد يسمع له يعني من باب بيناقش افكاره، انما ما حدش هيحاسبه. طبعا هو انت ما بتحاسبوش الا على التارجت. انت كذا كذا كذا، الا لو في جت شكوى فيه هو ويطالب انه يرد عليها. وانا كنت بحضر بانتظام ايام كل المديرين الفنيين، ما شفتش المشهد اللي انت بتقوله ده التفاصيل. الجمهوريه كمان قالت ديانج مطلوب في اسبانيا، سياسه التدوير في الاهلي بسبب الاصابات، خد موقع كرة هو الآخر. سؤال بشأن ديانج يغضب موسيماني، وبدأت الإشارة إلى ما حدث في المؤتمر الصحفي في بشأن ده. أليو ديانج، وكأنه زي ما لسه المهندس عادل بيقول، ما إن يتألق أي لاعب ويبرز حتى تبدأ بسرعة تدور له على عروض احتراف. يطلع الكابتن أمير توفيق معانا قبل كده ويقول يا جماعة ما عندناش أي عروض لأي حد، الفريق بينشد الاستقرار. الناس تصمم.